السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي في فيديو جديد من فيديوهات كروشي أنيناس. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة، ونقولكم مرحبا بكم من جديد. أولا نقولكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليق ولايك وتعطوني رأيكم في هذه القناة المتواضعة، ولنبدأ الفيديو تاعنا إن شاء الله. إذا فيديو اليوم هو عبارة عن مشتريات للخياطة وكذلك للكروشيه. أنا حبيت نشاركها معكم في هذا الفيديو باش تعرفوا على أنواع القماش اللي موجود في المحلات هنا في المدينة تاعي. إذا بسم الله نبدأ. أول قماش هو هذا، مخصص لعمل الكمامات، هو يجي إلاستيك ويعني نخيطه غير خياطة واحدة. بعد راح تشوفوا الفيديو بالتفصيل. انا هنايا شريت 30 سنتيم، هو دوبل لارج كما راكم تشوفوا، يجي في الاسود، وراح نوريكم طريقه الفصاله في الفيديو او في الفيديوهات القادمه. بالنسبه للثمن تاع هذا القماش، انا شريت 30 سنتيم ب 150 دينار، يعني 15 ميل، وواحد متر يدير 50 ألف، يعني 500 دينار جزائري. بالنسبة للقماش الثاني، هذا قماش إلاستيك حتى هو، كاين في جميع الألوان. أنا اختاريت هذا اللون موتارد، هنايا في التليفون راه يبان أصفر نوعا ما، لكن هو موتارد. ثاني دوبل لارج في هذا الحزاز هكذا، شوفوا إلاستيك يعني مطاط. انا غادي نخدم به بول او يعني تريكو او بول على شكل ليكات، تكون شويه طويله واليدين الثاني يكونوا طوال، يعني اكمام طويله. انا هنايا شريت مترين، المتر الواحد يدير 500 دينار جزائري او 50 ألف. كاين جميع الالوان. مهم اللي تكون في المدينة تاعي، راه محلات التوأم هما اللي عندهم هاد الأنواع من القماش، عندهم كل الأنواع كل كاليتي، يعني الصيفي والشتوي وكل الموديلات، يعني كل الأنواع تاع القماش، وبالأثمنة يعني في متناول الجميع إن شاء الله. إذا هذا أنا شريت مترين، يعني 100 ألف أو 1000 دينار جزائري. بالنسبة لنوع القماش الثالث فهو عبارة عن هذا قماش من الدان، هذه نوعية جديدة خرجت هذا العام، وراه يخدموا به يعني أنواع من المعاطف، راهم عاملين ضجة في الأسواق وكذلك في مواقع التواصل. أنا حبيت نشارك معكم موديل من هذه الموديلات اللي مخدومين بهذا القماش، يعني هو هذا الدان. ثاني إلاستيك، يعني يتمدد. هاد القماش يدير 70 ألف للمتر. أنا تاني هنا شريت مترين، يعني 140 ألف للمتر أو 1400 دينار جزائري، وراح نوريكم واش راح ندخل معاه، يعني هو دوبل لارج ثاني كما قلت لكم، هو دوبل لارج في جميع الألوان، يعني لكم الاختيار في الالوان، كان الاخضر، الازرق، الرمادي، الازرق الفاتح والداكن، الاسود، يعني كل الالوان موجوده، يعني لكم الاختيار. هذا الوجه تاعو وهذا الظهر تاعو، يعني يجي بهذا الشكل، يعني ما شاء الله حتى في اللبس ما غاديش يعذب، يعني رائع في اللبس. راح نستعمل معه كذلك. اذا اخواتي راح نستعمل كذلك مع هذا القماش اللي غادي نخدم به هذا المعطف، نستعمل معاه هذا الفرو هذا، يعني كاين جميع الالوان كذلك تحبوا. انا شريت على حسب اللون تاع القماش، كاين في البني فاتح، كاين في الابيض، في الاسود، يعني جميع الالوان. وانا يعني هذا يركب مع هذا، اللي ما جبرتش يعني تقدر تشري هذاك البني الفاتح، ثاني يجي مع جميع الالوان. هذا انا شريت فقط 10 سنتيم لان عندنا شويه غالي. هذه 10 سنتيم حتى هي دوبل لارج ب 35 ألف ل 10 سنتيم او 350 دينار جزائري. ممكن تخرج لكم زوج معاطف، يعني غادي نستعملها في القبعه اللي تجي من الخلف، او حنا نقولوا له القب تاع كيما تاع الجلابه، هو ذا تاع المعطف.
كذلك غادي نستعمل هاد لا فيرميتور، هادي تنباع بالمتر، يعني انا هنا شريت فايت 3 متر، يعني كل متر يدي 3 او 30 دينار جزائري، يعني 3000 او 3000. وكذلك عندنا هذا البلع تاع او لا فيرميتور باش نديرها في المعطف، وكذلك الخيط يعني يكون على حسب الالوان تاع القماش. بالنسبة للنوع الرابع من القماش هو هذا، لكن اعتذر والله العظيم مش مانيش فاكرة الاسماء تاع الاقمشة. المهم الاخر الاول اللي وريت لكم قبل هذا هو الده، لكن هذا والله اعلم الاسم تاعو، يعني بزاف الاسماء يقولوها لي لكن والله العظيم ننسى. هذا ثاني الاستيك، راه مطلوب الان بكثرة عند السيدات، يحبوا يلبسوه وهو مريح في اللبس، يعني تقدري تخدمي به اي نوع من الجلالب، يعني جلابة مغربية ولا المعاطف ولا الليكات ولا لي بول هكذا. المهم هذا ثاني غادي نخدم به موديل اخر، حتى هو يكون ممكن نعمل فيه الجيوب ونعمل فيه القبح حتى هو مثل الجلابة، لكن التزيين مازال ما عرفش كيفاش نزينه. المهم انا شريت هنايا ثاني مترين، هذا يدير 45000 للمتر، انا شريت هنا مترين، حتى هو دوبل لارج وممتاز، يعني كاين كامل الالوان. اللي مهم ساكنه هنا في المدينه تاع ولايه تلمسان مغنيه، يعني عند محلات التوام راهم موجودين كل الالوان وكل الاشكال ومختلف، يعني الاذواق كاين ما واش تشريو. المهم الاثمنه مريحه جدا، يعني 45000 للمتر شيء مريح جدا، يعني كامل النساء يقدروا عليه ان شاء الله. المهم هذا شريت ثاني مترين ونصف، هذا الوجه تاعو وهذا هو الظهر، كذلك هنا يتمدد حتى هو. وراح نستعمل، ممكن نستعمل السنسله، ممكن نستعمل ديكور اخر مانيش عارفه. المهم انا بغيت نوريكم المشتريات نتاع هذا الاسبوع ان شاء الله، ونتمنى تشجعوني باش ندير لكم فيديوهات عليهم. بالنسبه لشغل الكروشي اخواتي، انا اليوم جبت يعني هاد الالوان باش نعمل بهم، يعني هذا تحت طلب وحده الزبونه حبت تخدم جوارب في اللون الاسود. انا شريت هنا ماركه اليز التركيه، هاد الماركه راها يعني مشهوره في العالم، وفي الحقيقه انا خدمت بها بزاف، وحتى الشغل مريح وكذلك النتيجه روعه، يعني شوفوا الخيوط، يعني سوبل كما نقولوا، يعني الخيوط ما شاء الله مليحه بزاف، ماشي خشينه يعني رطبه. وهذه الماركه راها عالميه، هذا بيبي بيست، انا خدمت منه بزاف الاشكال وبزاف الموديلات، والحقيقه يعني عجبني في الشغل وكذلك في النتيجه. اذا هذا بالنسبه لفيديو الجوارب. كذلك شريت هذا إليز ماركة أو علامة أو موديل آخر. بالنسبة لهذا الموديل الثاني من ماركة إليز التركية، حتى هو يجي الخيوط نتاعو شوية ماشي رقاق وماشي خشان، لكن هذا النوعية غير هذا النوعية اللي في الأسود، يعني ماشي كيف كيف، هذا شوية أحسن، يعني حتى الثمن مختلف. هذا بالنسبه لهذا الثمن عندنا هنايا يدير 400 دينار جزائري، 40000. وبالنسبه لهذا يدير 350 دينار جزائري، 35000، لكن النوعيه ماشي كيما هذاك الاسود. هذا راح نعمل معكم دروس، ممكن نعمل معكم قفازات او اي شيء، خليوا لي تعليقاتكم اللي حابه تعمل نعملها اي فيديو اي موديل، تخلي لي تعليق وانا نعمل فيديو ان شاء الله. قلت هذا غادي نعمل به ممكن قفازات او اي موديل اخر. بالنسبه لهذا النوع هو محلي، لكن نقلوا لي انه الخامات تركيه ايضا، هو فلاش فيل، هذا النوع راه حتى هو مطلوب وخدمت به بزاف والنتيجه تاعو مليحه، يعني خدمت به فساتين للاطفال وكل شيء، نتيجه روعه، خيوط رقيقه. هاد الخيوط الرقيقه يعني نقدروا نخدموا بهم شالات للنساء، يعني يكونوا
شكل مستطيل وفيهم غرز مملوءه، يعني نفعوا هاد الخيوط الرقيقه هذا. المهم كاين عده بيانات على هاد الانواع تاع الصوف، يعني رقم الابره اللي استعملوا سواء الكروشيه او لي زيكوي، كما حنا عندنا هاد كل ابرتين اللي يخدموا بهم تريكو ولو تريكو. وكاين يطيوك حتى عدد الامتار، كما هذه فيها 320 متر والوزن تاعها 100 غرام، يعني 100 غرام يعني فيها ما شاء الله تخرج لك يعني عده اشياء من لما يكونوا صغار. وهذه ثاني دير 25000 للمتر او للبكرة والبوبيلة، يعني 250 دينار جزائري. يعني يعطونا بزاف معلومات على هاد الانواع من الصوف، والحقيقة ما شاء الله يعني السوق التركي فيه عدة اختيارات وموديلات والوان. ان شاء الله نجيب لكم موديلات اخرى، كاين ديغرادي، كاين لي الخيوط تكون يعني غليظة على هكذا ماشي رقيقة، وكل واحد عنده الإبرة الخاصة به. راني عملت فيديو عن الإبر والخيوط، راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. إذن إخواني أخواتي، كان هذا هو فيديو اليوم عن المشتريات الخياطة والكروشيه، إن شاء الله يعجبكم وتخليوا لي تعليقكم ولايكاتكم، وشكرا لكم على المتابعة وعلى أرائكم الجميلة، وإن شاء الله يا ربي تجعلني أكثر وأكثر حتى نقدم لكم الإفادة وكل ما هو جديد في عالم الخياطة والكروشيه. وكما تعرفوا أنا قناتي متنوعة، إن شاء الله يعجبكم المحتوى، ونقولكم مع السلامة وفي فيديو آخر بإذن الله، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.